السلام الله عليكم اعزائي المشاهدين، مرحبا بكم في فيديو جديد. ولكن قبل بدايته لا تنسوا الصلاه على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، عليه افضل الصلاه والسلام. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد الذي من خلاله ساشارك معكم اخر اخبار وتطورات يعني سوق انتقالات محترفين والانديه المهتمه بهم، وايضا في نفس السياق لدينا اخر اخبار يعني المنتخب الوطني الجزائري. وفي نفس السياق حضرت لكم مفاجاه في هذا الفيديو، فاتمنى منكم مشاهده هذا الفيديو من بدايته الى نهايته لكي تتعرفوا على جميع تفاصيله. فإذا كنتم تشاهدون للمرة الأولى لا تنسوا الاشتراك في القناة هنا في الزر الأحمر الظاهر أمامكم، وأيضا تفعيل زر التنبيهات لكي يصلكم كل ما هو جديد أول بأول إن شاء الله. كبداية بغيت يعني نبدأ لكم هذا الفيديو وهذا الموضوع بالحساب الرسمي لنادي مانشستر سيتي الذي عمل لنا متابعة، وذلك بشكل رسمي في حساباتنا الرسمية بطبيعة الحال. هذا الشيء ليس بجديد علينا، لانه في الفيديوهات السابقه لو تتذكرون، اكتبوا لي في صندوق التعليقات صراحه لو تتذكرون ماذا ساقوله حاليا. لو تتذكرون في الفيديوهات السابقه قلت لكم بانه حساب نادي مانشستر سيتي يتابع هذه القناه بحذافيرها، ومعظم يعني الفيديوهات التي ننشرها بطبيعه الحال حساب الرسمي لقناه نادي مانشستر سيتي يشاهد قناتنا وذلك بشكل رسمي. على بالي انا كثرت من هذه رسمي رسمي رسمي، لانه كل الاشياء هي رسميه بطبيعه الحال في هذا الفيديو. وبين قوسين يعني ها هو الدليل امامكم، حساب لنادي مانشستر سيتي كان يتابع فيديوهاتنا وذلك بشكل يعني دائم بطبيعه الحال. اما المفاجاه الجديده هو ان حساب نادي مانشستر سيتي الرسمي في تويتر الناطق باللغه العربيه عمل لنا متابعه، وذلك حسب يعني المواقع التواصل الاجتماعي الخاصه بنا في هذه القناه، ولكن ليس في حسابنا اليوتيوب بل في حسابنا تويتر، وليس في حساب وليد هوب المعروف عندكم بطبيعه الحال الظاهر امامكم، ليس في هذا الحساب، بل حساب انشاته هو ذلك يعني مؤخرا خاص برابطة نادي مانشستر سيتي. طبعا ها هو الدليل امامكم، يعني نادي مانشستر سيتي عمل لنا يعني متابعة في حسابنا الرسمي الجديد لرابطة نادي مانشستر سيتي هنا في الجزائر بولاية لمسان خاصة، كما تشاهدون الملقبة بتلمسان سيتيزنز. هذا هو الحساب الرسمي لرابطة نادي مانشستر سيتي. إذا كان عندكم استفسار للمشاهدين راح تخلوا لي تعليقاتكم وأيضا رسائلكم في هذا الحساب تويتر، فوصلتني العديد صراحة من الأسئلة في حسابات الانستغرام فما قدرش نرد عليها كلها. راني نحضر لكم فيديو إن شاء الله لكي أشرح لكم كل شيء، كيفاش تقدروا تنضموا وما هي يعني خصائص هذه كما نقول للمشاهدين خصائص هذه يعني الرابطة، رابطة تلمسان سيتيزنز كلاب. أتمنى منكم أنكم تتابعوني في هذا الحساب الظاهر أمامكم فضلا وليس أمرا. أما الآن ننتقل إلى الخبر الموالي عن تاريخ يعني المباريات القادمة الودية للمنتخب الوطني الجزائري، والأهم من ذلك القنوات الناقلة. هذا السؤال يعني تكرر عندي بشكل كبير في الفترة الأخيرة، نريد أن نعرف ما هي القنوات الناقلة للمباريات الودية التي ستقام في الجزائر والتي ستقام خارج الجزائر. طبعا المباراة الأولى أمام موريتانيا طبعا ستلعب في ملعب مصطفى تشاكر يوم الثالث من شهر جوان، طبعا ستقام وستبث هذه المباراة عفوا في التلفزيون العمومي الجزائري، هو الذي سيبث لنا هذه المباراة. أما المباراة الثانية يوم السادس من جوان يعني أمام مالي، منتخب مالي ستقام في نفس الملعب مصطفى تشاكر على نفس القناة يعني قناة التلفزيون العموم الجزائري. بينما المباراة الثالثة التي ستكون خارج الديار بطبيعة الحال في الأراضي التونسية الشقيقة على ملعب زي المشاهدين يعني الأولمبي التونسي، وطبعا ستقام هذه المباراة وستبث على يعني القناة الوطنية كما تشاهدون. الوطنية هذه هي قناتهم بطبيعة الحال. نتمنى لكم فرجة ممتعة، ونتمنى المنتخب الوطني الجزائري يفوز على كل هذه الثلاث مباريات لكي نحطم أرقام قياسية، لأنه إذا فزنا في هذه الثلاث مباريات راح نحطم أرقام قياسية إن شاء الله. ننتقل الآن إلى الخبر الموالي، نجمنا الدولي الجزائري رامي بن سبعيني هداف هذا اليوم أعزائي المشاهدين أمام نادي يعني وردر الألماني، وانتهت هذه المباراة بأربعة أهداف مقابل هدفين، ونجمه الجزائري رامي بن سبعيني تألق وسجل لنا هدف برأسية يعني كانت قريبة خارج منطقة الجزاء، كانت قريبة جدا أن يكون وقد يسجل هذا اللاعب من خارج منطقة الجزاء. أطلق رأسية صاروخية دخلت الشبكة ودخلت يعني المرمى، وذلك في الدقيقة 58 من عمر المباراة، وتحصل على تنقيط 7.4 من ضمن 10 واستبدل في هذا اللقاء. وهذا اللاعب يعني تمريراته الدقيقة بلغت 89.6%، وبطبيعة الحال كانت عنده 9 تفوقات ومواجهات أرضية، يعني تفوق في 9 مواجهات أرضية من أصل 11، وأيضا تفوق زي المشاهدين في المواجهات الثنائية الهوائية واحدة من أصل 3. هذا اللاعب راح يقدم مستويات كبيرة، وهذه الأخبار يعني راح كما نقول تطمئن الكوتش جمال الماضي، لأنه عندنا مباريات قادمة ودية فهذا اللاعب راح يكون من أول الحاضرين، متأكد من هذه المعلومة بطبيعة الحال. ننتقل
الآن للخبر الموالي. الخبر الموالي يتعلق بالدور التركي ورئيس تركيا مع النجم من الدول الجزائري وشبيه رياض محرز في طريقة لعبه، ألا وهو الغزال الجزائري رشيد غزال. هذا اللاعب زي المشاهدين حظي بتكريم من رئيس دولة تركيا الطيب رجب أردوغان، وطبعا زي المشاهدين ها هي الصورة الظاهرة أمامكم توضح لنا هذا الشيء، وذلك حسب يعني المستويات التي كان يقدمها وتأهيل فريقه لكي يفوز يعني بالدوري والكأس. ثنائية حققها نجمنا الجزائري رشيد غزال مع الفريق بشكتاش التركي. هذا اللاعب راح باغي يبقى في نادي بشكتاش. إدارة نادي ليستر سيتي من الجانب الآخر تريد بيعه إلى نادي موناكو حاليا، يعني بعد أمور مختلطة، فنتمنوا بقاء هذا اللاعب مع نادي بشكتاش التركي. إدارة نادي بشكتاش يعني عرضت على إدارة ليستر سيتي 5 ملايين يورو، ولكن هذا الشيء لم يكن كافي حسب إدارة نادي ليستر سيتي، فتريد مبلغ يعني أعلى بكثير. فنتمنوا انه مستقبلا راح يعني يتفاوضوا بشكل جيد من اجل تجديد عقد هذا اللاعب، او يعني شراء عقد هذا اللاعب بشكل دائم، لانه المستوى اللي قدمه في هذا الموسم مع نادي بشكتاش ما شاء الله. هذه هي افضل كلمه نقدر نوصف بها المستوى الذي قدمه هذا اللاعب، ما شاء الله عليه، وطبعا سينعاد علينا خيرا للمنتخب الوطني الجزائري. وتجربه بشكتاش هي التي اعادته الى المنتخب الوطني الجزائري وضمن مخططات الكوتش جمال بلماضي. ننتقل الان الى الخبر الموالي. الخبر الموالي يتعلق باحد لاعبي المنتخب الوطني الجزائري الذي لحد الان لم يستدع، ولكن هذا اللاعب يعني مثل وايضا يعني صرح بصريح العباره انه يريد تمثيل المنتخب الوطني الجزائري، وبقي فقط ان يتلقى استدعاء اولي من المنتخب الوطني الجزائري. انا اتكلم عن شقيق يعني كريم زدادكا الملقب بحكيم زدادكا صاحب 25 سنة. هذا اللاعب زي المشاهدين لاعب نادي كليرمون الذي صعد رسميا الى الدرجة الاولى في الدوري الفرنسي بعدما كان ينشط في الدرجة الثانية، وهذا اللاعب يعني يشغل منصب كما نقول الظهير الايمن، وذلك بسبب تألقه في الفترة الاخيرة اصبح مطمع العديد من الاندية في الدوري الفرنسي، مثل ما اكد لنا يعني الموقع الشهير في سوق الانتقالات فوت ميركاتو الذي اكد لنا ان هنالك 4 اندية مهتمة بهذا اللاعب. 4 أندية ما شاء الله مهتمة بهذا اللاعب. يعني النادي الأول هو نادي كما نقول هو نادي أولمبيك مارسيليا. أولمبيك مارسيليا هذا النادي يريد التعاقد مع هذا اللاعب ومن ضمن مخططاتهم، بينما أيضا عندنا حتى نادي بوردو الفرنسي. بوردو الفرنسي هو أيضا مهتم بهذا اللاعب، وعندنا أيضا نادي مونبولي لكي يزامل يعني زميله الدولي الجزائري أندي ديلور، بينما أيضا هنالك حتى النادي الأخير الملقب بنادي بريست. فقولوا لنا، نطرح لكم سؤال، قولوا لنا ما هي أفضل وجهة لهذا اللاعب، خاصة أنه ممكن أنه سيبقى في نادي يعني كليرمون لأنه صعد إلى الدوري الفرنسي الأول للفئة الأولى أو للدرجة الأولى، فممكن أنه بصفة كبيرة سيبقى في هذا يعني الفريق، وصراحة متأقلم بشكل كبير جدا، أفضل من أن يخوض تجربة جديدة وأن يبقى في كرسي البدلاء وعدم التأقلم بسرعة. أنا حسب ما أراه، ولكن كل واحد عنده حرية التعبير، في كل واحد عنده رأيه الشخصي، فقولونا أراءكم في صندوق التعليقات. ننتقل الآن إلى الخبر الموالي عند زين الدين فرحات. زين الدين فرحات يعني مشاركته مع المنتخب الوطني الجزائري القادمة هي محل شك، ليس بسبب تلك الحادثة التي حدثت مع الكوتش جمال بلماضي، ويعني بسبب غضبه يعني جمال بلماضي من هذا اللاعب، لا بالعكس، بل بسبب الإصابة. هذا اللاعب تعرض للإصابة في أوتار الركبة، ممكن أنه ستبعده عن المنتخب الوطني الجزائري وعن تربصاته القادمة، لأنه تعرض للإصابة نوعا ما كانت شبه خطيرة. لحد الآن ما على بالناش يعني كم من يوم سيتغيب هذا اللاعب، ولكن كان غائب في آخر مباراة له هذا اليوم بطبيعة الحال عن تشكيلة الفريق، هو وأيضا حتى كريم عريبي. كريم عريبي هو أيضا يعني تعرض لإصابة، فكلا هذين اللاعبين ممكن أنهما لن يكونا مع يعني تربص المنتخب الوطني الجزائري مع كافة عناصر الخضر. فكان هذا الفيديو اليوم أعزائي المشاهدين، أخبرونا أراءكم في صندوق التعليقات، ودمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام.